بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد البشر خاتم الأنبياء. أما بعد، حركة الأفكار قبل البعثة، يعني ما كانت أفكار اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت أفكار أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل الكتاب أحبار اليهود، وكانوا واليهود كانوا يستفتحون على العرب بنبي يبعث في قريب من الزمان. يعني إذا وقعت الحرب بين اليهود وبين العرب، فكانت اليهود تقول يعني سيبعث نبي بعد هذا الزمان، وسنغلب عليكم ببركة هذا النبي. وكانوا يطلبون الفتح والنصرة على العرب بنبي هو منتظر وبرسول منتظر، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه وهم كانوا من العرب، وقالوا يعني كانت بيننا وبين اليهود فتنة، وكان بيننا وبينهم شرور، يعني كانت بينهم حروب. وكانت اليهود إذا يعني انهزموا ونحن غلبنا عليهم وهم كرهوا هذا الأمر منا، كانوا يقولون سيبعث نبي قريبا من هذا الزمان وسنكون معه ونقاتلكم ونقتلكم قتل عاد وإرم، يعني نستأصلكم ولا نترك أحدا منكم. وهذا الشيء يعني قال عاصم أنه كان سببا في إسلامنا، يعني كانوا يقولون هذا الكلام. والله سبحانه وتعالى أولا يعني من سبب إسلامنا أن الله رحمنا، وثانيا نحن كنا نسمع من أحبار اليهود ومن هؤلاء اليهود أنه سيبعث نبي في بلاد العرب، وهذا النبي يعني سيستأصل المشركين، فكنا نسمع هذا الكلام دائما. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، نحن عرفنا أنهم كانوا يخوفوننا من هذا النبي، وكانوا يقولون إذا بعث هذا النبي فالمشركون يقتلون ويستأصلون. فنحن لما رأينا هذه العلامات، فنحن لما دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان، نحن أجبنا دعوته وقبلنا دعوته ودخلنا في دين الإسلام. أما اليهود عندما رأوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من بني إسرائيل، لم يكن من اليهود، فحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم. والحسد والبغي والظلم ومجاوزة الحد دخل في قلبهم، حتى هؤلاء لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يعني يتركون الدين القيم وينبذون الدين القيم، وكذلك يعني كتاب الله تعالى الذي كان عندهم من التوراة، وكان يصف صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا كل هذا ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان رجل أمية ابن أبي صلت، وهذا الرجل أيضا كان في العرب، وكان رجلا عربيا. صاحب الكتاب ذكر أنه كان متنصرا، كان متنصرا، كان نصرانيا، ولكن المحشي قال لم يكن نصرانيا وإنما كان حنيفيا، كان على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل يعني كان يقول إني لا أجد في الكتب صفة نبي يبعث في بلادنا، وكان يعني يطمع أن يكون هذا النبي هو بنفسه، كان يطمع أن يكون هذا النبي هو بنفسه، يعني كان أبو أمية بن أبي صلت كان يريد أن يكون هو بنفسه نبيا مبعوثا في آخر الزمان. فهو أيضا يعني كان يقول أنني وجدت في الكتب أنه سيبعث نبي، فكل هذه الكتب يعني تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث. فكانت هذه الأفكار للناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك سلمان الفارسي رضي الله عنه كان في بلاد الفارس مع والده، كان من المجوس يعبد النار، ووالده يعني يحبه حبا جما، وكان من أحب عباد الله تعالى إليه إلى والده، وكان والده لا يتركه أن يخرج من البيت بل يبقيه في البيت، وكان يخدم النار، إنه كان عبدة من عبدة النار، فكان يخدم النار لا يترك النار تخمد،
بل دائما يشعلها حتى يعني 24 ساعة النار تكون مشتعلة فيعبدونها. ففي يوم من الأيام يعني شغل والده عن أمر بستانه، كان عنده بستان وكان يذهب إلى البستان كل يوم يعمل فيه. ففي هذا اليوم يعني ما استطاع أن يذهب، فأرسل ابنه سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى البستان. فخرج أول مرة من البيت وكان يعني في الطريق إلى البستان حتى مر على كنيسة من النصارى، فوجدهم يصلون ويعبدون الله تعالى فأعجبته صلاتهم، فدخل في كنيستهم وسألهم ما هذا الدين وأخبروه وبقي معهم إلى غروب الشمس. ثم رجع إلى البيت ووالده سأل يعني لماذا خالفت العهد، أنا أرسلتك إلى البستان وما ذهبت، فهو أخبر أنني لما خرجت مررت على كنيسة من كنائس النصارى وهناك وجدت هكذا. فقال الوالد هذا الدين لا خير لك فيه، ديننا خير من دينهم. فقال لا والله دينهم خير من ديننا. فوالده هو جعله في القيد وجعله وربطه بسلاسل من الحديد وأبقاه في البيت حتى لا يخرج. فهو أرسل إلى النصارى، إلى هؤلاء النصارى يعني أنه إذا جاءكم يعني رجال من الشام فأنتم تخبرونني، لأنه سألهم من هو يعني أفضل فيكم في النصارى، فقالوا يعني هناك رجل في الشام هو من أفضل الرجال. فقال إذا جاء رقم للتجارة وأرادوا الرحيل، أرادوا الرجوع إلى الشام، فأنتم تخبروننا حتى أخرج معهم. فأخبروه أنهم الآن يرجعون، فهو فتح القيد وخرج من هناك وفر معهم إلى الشام. فلما وصل إلى الشام وجد هناك سأل أهل الشام من هو يعني أفضل رجل فيكم، فقالوا يعني هناك أسقف في الكنيسة. فذهب إلى الكنيسة ولكن هذا الرجل كان يعني من أسوأ الناس، كان يرغب الناس في الصدقة وإذا جمعوا عنده الصدقة هو يكتنز هذه الصدقة ولا يعطي المساكين، حتى هو ملأ 7 قراب بالذهب وبالمال. وعندما مات هذا الرجل جاء الناس ليدفنوه، فأخبرهم سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك، فقالوا دلنا على يعني هذا الكنز. فأخبرهم أنه كان يدفن هذا الكنز كله هنا. فلما وجدوا هكذا فقالوا كان من أسوأ الناس وصلبوه ورموه بالحجارة. ثم بعد ذلك جاءوا برجل آخر في هذه الكنيسة، وكان رجل يعني على دين النصارى وكان متدينا كان متقيا، فبقي سلمان الفارسي رضي الله عنه عنده وخدمه وأحبه بسبب دينه. ثم عندما قارب الوفاة فسأله أين أذهب، فهو قال يعني لم يبقى من هو مثلي إلا رجل واحد هو في موصل، أنت تذهب هناك. فذهب إلى موصل، هذا إذن كان راهب من النصارى، ثم هذا إذن كان رجل جيد وحتى قارب الوفاة. فلما قارب الوفاة سأله أين يذهب، فقال إلى رجل في نسيبين، فذهب هناك، ثم من هناك إلى عمورية، وبقي إلى إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم في العمورية عند هذا الراهب. ولما قرب وفاته فسأله أين يذهب، فقال الآن يعني تقارب زمان نبي يبعث، وهذا بعثته يكون بين جبال تهامة، فأنت تذهب هناك، وجبال تهامة هي بين السعودية وبين اليمن، هي جبال متفرقة. فقال اذهب هناك، فأعطى يعني بعض الناس البقرات والغنيمات التي كانت عنده حتى يوصلوه إلى المدينة المنورة حتى يعني يلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم هناك، ولكن هؤلاء خدعوه وباعوه وجعلوه غلاما، فأصبح يعني عند رجل. ثم جاءه ابن عم، وكان هذا ابن العم يسكن بجوار المدينة المنورة، فباعه من هذا الرجل، ثم وصل إلى المدينة المنورة. وهذا الراهب الذي كان في العمورية هو أخبر علامات النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان الفارسي رضي الله عنه، وقال هو نبي يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة،
يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه يعني خاتم النبوة، فيه خاتم النبوة. فسلمان الفارسي رضي الله عنه الآن وصل قريب من المدينة المنورة، وفي يوم من الأيام سمع أن هناك رجل جاء من مكة المكرمة وهو يدعي أنه نبي مبعوث. فلما سمع هذا الكلام سأل سيده: ما هذا الكلام الذي سمعته؟ فغضب عليه السيد ولكمه لكمة وقال: ما شغلك بهذا؟ اشتغل بأمورك. وكان يخدمه في بستانه أيضا. ففي يوم من الأيام وجد فرصة حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سمعت أنك رجل، أنك رجل صالح، وإني أتيت بهذه، أراد أن يعرف علامات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا أتيت بهذا المال صدقة لكم، لأنكم يعني ذو حاجة، ذو حاجة، فخذوا هذه الصدقة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الصدقة إلى أصحابه ولم يأكل. ثم في يوم آخر جاء بالهدية وقال: عرفت أنك لا تأكل صدقة، فجئت بهذه الهدية لك، فهذه هدية. فأكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان يريد أن ينظر إلى خاتم النبوة بين كتفي رسول صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الجنازة، فكان سلمان الفارسي رضي الله عنه يريد أن ينظر إلى خاتم النبوة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أنه يريد ذلك، فألقى الرداء من ظهره حتى ظهر له خاتم النبوة. وهكذا عرف سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه هو النبي الذي ذكر له الراهب، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها كانت يعني حجج، وكلها يعني دلائل التي كانت عند أهل الكتاب بأنه سيبعث نبي في الحجاز، بين في الحرة، بين جبال تهامة، بين المدينة وبين المكة، وكانوا يعرفون أنه سيبعث هذا النبي. وهكذا نجد يعني هناك دلائل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معروفا لديهم، وهذا يعرف عندما نرى إلى رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب رسائل وأرسل هذه الرسائل إلى الملوك ليدعوهم إلى الله تعالى وإلى الإسلام، أسلم تسلم. فجميع الملوك هم أكرموا بفادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفادة رسله صلى الله عليه وسلم، ويعني لم يهن أحد منهم الرسول الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الرسالة التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا يعني كسرى الذي كان ملك فارس، فهو الذي أهان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن حذافة رضي الله عنه هو ذهب بهذه الرسالة إليه، فلما وصل إليه وأراد أن يدنو من كسرى، فكسرى قال لأحد جلسائه: خذوا منه هذه الرسالة. فقال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعطيك هذه الرسالة يدا بيد، فأنا لا أخالف وعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعطاه في يده، ثم هو طلب رجلا يترجم من العربية إلى لغته، فقرأ من محمد رسول الله إلى عظيم كسرى. فلما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم اسمه على اسم كسرى فغضب، وأخذه الغضب غضبا شديدا، وحتى لم يتفكر في الكلام الآخر، وأخذ الرسالة ومزقها، مزق الرسالة. ولما وصل هذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، مزق الله ملكه. وهذا الدعاء كان سببا لزوال ملكه، وقال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وكان يلقب ببرويز أيضا. على كل، فهذا هو الرجل الوحيد الذي أهان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كيف يقدم اسمه على اسمي وهو عبدي؟ أنا يرى نفسه يعني عظيم، قال: كيف يقدم اسمه على اسمي وهو عبدي؟ فهو لم يكرم يعني بفادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآخرون مثلا النجاشي رحمه الله تعالى، أسهم النجاشي رحمه الله تعالى، فهو أكرم الرسالة إذن، وأكرم صاحب الرسالة الذي جاء بهذه الرسالة، وكذلك هو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، نجاشي رضي الله عنه
ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الجنازة غائبا. وكذلك مقوقس مصر، مقوقس مصر ملك مصر هو وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم جارية، ووهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعض الفرس، فهو أيضا أكرم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قيصر ملك الروم أراد أن يؤمن وتأثر من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه خاف من قومه لأنه امتحنهم أولا، أسألهم بعض الأسئلة سيأتي في سيرتي. فهم عندما يعني عرفوا أن قيصر هو يريد الإيمان فغضبوا عليه، فقال إنما كنت أمتحنكم، أنا على ديني، أنا على ديني، فلم يؤمن خوفا من أهل بلده، ولكنه يعني ما أهان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم بفادة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله بسبب أنهم كانوا يسمعون من أحبارهم ومن رهبانهم وفي كتبهم أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، وهذه صفاته، وبسبب ذلك هم أكرموا يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء بهذه الرسالة أيضا. وكذلك يعني كان هناك بعض الهواتف وبعض الكهان، وكانوا يسمعون هذه الهواتف والكهان أيضا. الهواتف بعض الأحيان تأتي أصوات غيبية كانوا يسمعونها، وكانوا يسمعون أن هناك نبي يبعث، وبعض الأحيان ربما يسمعون الحيوان يتكلم بأنه نبي يبعث. وكذلك الكهان الذين كانوا يدعون أن عندهم أخبار الغيب، كهان يأتيهم الشياطين ويلقي عليهم أخبار الغيب، وهذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون أن هناك نبي يبعث، وكانوا يسمعون ولكن لا يبالون بكلامهم ولا يلتفتون إلى كلامهم، العرب ما كانوا يلتفتون إلى كلامهم. وبعد ذلك لما رأوا فعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي صادق، وهذه بعض الدلائل، وهناك دلائل كثيرة التي تدل على يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صادق، وأنه مؤيد لدعوته صلى الله عليه وسلم. حركة الأفكار قبل البعثة، يعني الأفكار التي كانت عند اليهود وعند النصارى قبل البعثة، الأفكار يعني كانوا يعملون الأفكار على هذه الصورة، الأفكار جمع فكر. فحركة الأفكار قبل البعثة يعني كانت عندهم أفكار حول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن هناك نبي يبعث قريبا من هذا الزمان. نعم، وهذا يعني المذكور من أحوال اليهود ومن أحوال الرهبان والأحبار، هذا يسهل لك فهم الحركة العظيمة من الأحبار والرهبان قبيل البعثة، يسهل لك، ييسر لك ويجعل لك سهلا أن تفهم الحركة العظيمة من الأحبار والرهبان. الحركة في الحقيقة هو انتقال من حالة إلى حالة أخرى، أو انتقال من مكان إلى مكان آخر. قبيل البعثة يعني قبل البعثة بقليل كانت عندهم حركة العظيمة والأفكار العظيمة، وهي أنهم كانوا يستفتحون على العرب بنبي ورسول منتظر، كانوا يقولون إذا بعث هذا النبي فنحن نغلب العرب. نعم، فكان اليهود يستفتحون أي يطلبون الفتح والنصرة على عرب المدينة برسول المنتظر، يستفتحون أي يطلبون الفتح والنصرة على عرب المدينة برسول المنتظر، كانوا ينتظرون الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون لعرب المدينة إذا بعث هذا النبي فسنغلب عليكم. وقال حدثنا عاصم بن محمد بن عمر فقال حدثنا عاصم بن عمر عمر بن عمر بن قتادة
عن رجال من قومه قالوا إنما دعانا للإسلام مع رحمة الله تعالى لنا. يعني إنما كان سبب إسلامنا أولا رحمة الله تعالى، إنما كان سبب إسلامنا أولا رحمة الله تعالى، والسبب الثاني هو ما كنا نسمع من أحبار يهود دعانا للإسلام، حثنا على الإسلام، رغبنا في الإسلام، هو هذا الشيء. بعد رحمة الله تعالى ما كنا نسمع من أحبار يهود. بعد الدورة أحسن إن شاء الله.